أقر مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تدابير إضافية ضمن خطط الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي سبق وأطلقت في مارس 2020، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد وتتمثل هذه التدابير في مراجعه السقوف الحاليه لاثنين من النسب الاحترازيه نسبه صافي مصادر التمويل المستقره ونسبه القروض والسلفيات الى مصادر الاموال المستقره من خلال التيسير المؤقت لوضع السيوله الهيكليه لدى البنوك وتاتي هذه التدابير كخطوه اضافيه لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطه الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهه تداعيات وباء كوفيد 19 وتؤثر هذه التغيرات على نسبه صافي مصادر التمويل المستقره والتي تعتبر الزاميه للبنوك الخمسه الكبرى في الامارات. وعلى نسبه القروض والسلفيات الى مصادر الاموال المستقره التي تنطبق على كافه البنوك الاخرى بما في ذلك فروع البنوك الاجنبيه العامله في الدوله